آخر مرة واحنا بنتكلم فيها على نواقض الوضوء، احنا اتكلمنا على ما خرج من السبيلين، سواء كان الغائط والبول والريح وما إلى ذلك، وتكلمنا عن المذي والودي، احنا قلنا الكلام ده، وكذلك يعني الأمر احنا بنكملين بمشيئة الله تعالى مع النقد اللي احنا بنسميه نقد حكمي. زي ايه؟ زي النوم. النوم بينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ بينقض الوضوء. ده خلاف بقى الفقهاء. يعني مثلا سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله، واعتقد ابن شهاب الزهري، قالوا لا، لا ينقض الوضوء بأي حال من الأحوال، لأن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون العشاء، ينتظرون العشاء الآخرة. العشاء الآخرة، احنا عندنا العشاء الأولى والآخرة، الأولى اللي هي المغرب، والعشاء الآخرة اللي هي صلاة العشاء، لغايه لما النبي عليه الصلاه والسلام بيطلع، فهم عيني طول النهار تعبانين حتى تخفق رؤوسهم، فيقومون فيصلون ولا يتوضؤون. فقال لك ده دليل ان هم ما كانوش في ايه؟ تخفق رؤوسهم اهو. ده اللي هو مش النوم اللي هي اللي اسمها ايه، مش عارفة، واحد جاله يعني النعاس. نايم اللي كده هو غفلة دي. عشان كده فرقوا بين النعاس والنوم. وبعض اهل عارفة العلم، دي ما تنقضش الوضوء، معقولة؟ ده رايي، ده رأي رايي. من الآراء. واحنا هنا برنامج بنعلم الناس. بنقول كل الآراء. فالراي التاني اللي هو بيقول والله الذي لا ينقض له من كان جالسا متمكنا. وقال لك ده زي ايه؟ واحد بيبقى قاعد في صلاه الجمعه والخطيب احيانا ممكن يعني يقول يطول اي كلام، بيطول يطول وممكن يقول يعني، اي كلام، فهو انا مش مشدود مش للخطيب مشدود للخطب. للاسف يعني، فانا قاعد او بيلغو الخطيب. احنا عندنا بالمناسبه دي هنجيلها، اللي هو اذا لغى المصلي فلا جمعه له، يعني لا جمعه له، اللي هو الماموم. فيرد السؤال، ما الحكم اذا لغى الخطيب؟ هو الخطيب ممكن بيقول اي كلام، يعني في احيان بعض الناس ممكن، يعني مش كلهم طبعا، يعني واحد ممكن بيهرتل كده في الكلام على المنبر. طب ده اعمل ايه؟ عندنا راي في المذهب المالكي بيقول فاذا لغى الخطيب فالغى انت كمان، يعني انت اقعد بقى يقول لي صاحبك ازيك عامل ايه، طلع سبحه واذكر ربك، ادام هو بيتكلم في كلام فاضي يعني، لا يؤدي لبناء الانسان ولا بناء الامم والحضارات وما الى ذلك يعني. فقالوا لو كان قاعد متمكن كده فلا ينقض الايه؟ الوضوء يعني. المالكيه لهم راي حلو قوي، وانا احيانا كده حافظها كده من الصاغ، اللي هو يقولوا ايه المالكيه؟ بنقسم النوم كده، نوم ثقيل، نوم تقيل قصير ينقض الوضوء، نوم تقيل طويل ينقض الوضوء، نوم طويل خفيف يستحب منه الوضوء. يعني ايه خفيف؟ يعني اشعر باللي حواليا، لو حصل خرج من الانسان ريح ولا حاجه فممكن يشعر اللي هو عامل كده. نوم قصير خفيف لا ينقض الوضوء. يبقى الحاله الواحده اللي هو لا ينقض الوضوء عند المالكيه اللي هو ايه؟ نوم قصير خفيف لا ينقض الوضوء، وكذلك الطويل خفيف بس يستحب منه الايه؟ الوضوء. واحد قاعد نام نوم تقيل، واحيانا ده بيعمل ايه؟ بشخير الانسان، ممكن يروح رايح او بيسقط كده، او بيقع من المكان اللي هو عليه، تلاقيه بيسقط سقط كده ولم ينتبه، فده نوم تقيل. فهذا لو كان متوضي نقول له اعد الوضوء مره ايه؟ ثانيه. فده مهم جدا. الحاجة التانية، واحد أغمى عليه، حالة الإغماء، الإغماء أو واحد، سواء الإغماء أو الإذهاب العقل، سواء بسكر مثلا، واحد مثلا بنج مثلا وغاب وعيه، فده إيه؟ أيضا كذلك الأمر ينقض الوضوء. واللي أشد منه واحد زال عقله، زال عقله هو خلاص ما موجود، فده كذلك الأمر بينقض الإيه؟ ينقض الوضوء. الحاجة زي كده، لمس المرأة، لمس المرأة يا إخواننا ينقض الوضوء، خلاف بين أهل العلم عليهم رحمة الله، منهم من قال إن لمس المرأة ينقض الوضوء، ومنهم من قال لا ينقض الوضوء، ومنهم من فصل. المالكية فصلوا في المسألة دي، فقالوا لمس المرأة ده اللي هو إن قصد اللذة، وأنا جاي أصافحها، اللمس ده اللي هو هسلم عليه أو أحط إيدي مثلا على إيد المرأة أو حاجة أو ما شابه، إن قصد اللذة ووجدها ينقض الوضوء. قصد اللذة ولما حط يسلم عليها كده لم يجدها، برضه ينقض الوضوء، لان هو عشان قصد النية يعني، حسب النية. لا يقصد اللذة بس هو بيحط ايه؟ وجدها، ينقض الوضوء. الحالة الوحيدة اللي عند المالكية لا يقصد اللذة ولا ايه؟ ولا يجدها، فكده لا ينقض الايه؟ لا الوضوء. ينقض الوضوء. طبعا احنا عارفين كلنا الفيلم بتاع مراتي مدير عام، فيقول له ايوه، ابن حنبل قال ما ينقضش. ما تنقضش. فعلى أي حال احنا كل الكلام ده عشان وانا بتوضى ببقى فاهم ديني فهما صحيحا يعني. طبعا.